من ان جوزيه جوميز يشتغل في فتره التوقف دي على الاخطاء اللي وقع فيها، على الثبات في التشكيل، يدور عليه في مجموعه من اللعيبه، في مجموعه من الصفقات، في ناس خدوا فرصه وقت قليل قوي وما شفناهمش تاني. هل دي قناعات جوزيه جوميز باللعيبه اللي هو جربهم او ادالهم فرصه في وقت من المباريات اللي فاتت؟ هل مثلا الراجل شاف ان في مجموعه من اللعيبه اللي خدت فرصه دي مش من اللعيبه اللي هيعتمد عليها في الفتره اللي جايه؟ الناس كلها بتتكلم على محمد شحاته، محمد شحاته لعب مع نادي الزمالك 34 دقيقه في ماتش الاسماعيلي، وشفنا كلنا كان عنده حماس ولاعيب كان واعد جدا ولاعيب بيقدر يستحوذ على الكره وبيقدر ينقل الفرقه، عنده مقومات دفاعيه وهجوميه، عنده الحتتين دول بيقدر يشتغل فيهم رقم 8 بشكل محترم جدا. انت لعبته 34 دقيقه وبعد كده ما شفناهوش تاني، وده من اللعيبه اللي شايله المنتخب الاولمبي. انت بتتكلم على اهم لاعبي منتخب مصر الاولمبي، هتقول محمد شحاته واحد من اللعيبه المهمه جدا في فريق طلائع الجيش، برضه راجل بيلعب اساسي في كل المباريات. بتتكلم على منتخب مصر الاولمبي بيلعب بشكل مستمر مع ميكالي، انت عندك لعيب واعد ولعيب مهم وعنده المقومات اللي انت اصلا محتاجها، انت محتاج رقم 8 عنده النزعه، عنده توازن ما بين الدفاع والهجوم، بيلعب رقم 8 بوكس تو بوكس، سميها زي ما انت عايز تسميها. فما شفناهوش. في لعيبه لسه ما خدتش اي فرصه، وخلي بالك لو في لاعب لعب في ماتش ودي مش زي الماتش الرسمي ابدا. يعني انت بتتكلم مثلا عن موتيابا، موتيابا خد فرصه على فكره وظهر بشكل كويس جدا في ماتش ابو سليم الليبي، تتفرج عليه لعيب عنده لمسه ولعيب كويس جدا تقدر تديله الثقه. لعيب لما بيحس ان هو لعب شوط او لعب مباراه وبعد كده قعد وما بقاش يشمها زي ما بيتقال بلغه الكوره، نفسيا انت بتدمره، نفسيا انت بتدمر اللعيب ده. لما لعيب يحس ان هو طب انا ايه، انا لعبت شوط مثلا، هل انا كده الراجل مش مقتنع بيا؟ هتخلق دايره شكوك جوه دماغ كل لاعب ما بيلعبش، وده امر صعب جدا. انت لازم قبل الفني انت بتشتغل ذهنيا مع اللاعبين، تشتغل على معنويات اللاعبين، تشتغل على تحفيز اللاعبين وخلق دوافع عندهم. لما لاعب يلعب 34 دقيقه وبعد كده ما يلعبش تاني، الموضوع بيبقى صعب جدا. كان شارك في وقت قليل جدا برضه في مباراه تانيه.